وبمساحتنا هلا رح هيك نضوي على الحملات الخيريه، كونه نحن بشهر الخير وشهر العطاء، فلازم الايد تكون ممدوده لكل الاشخاص. صحيح رشا، وكثير شفنا من الجمعيات والمؤسسات الخيريه اللي عندها نشاطات عم بتكون ضمن شهر رمضان الكريم. ضيفتنا لليوم مبادرتهم اسمها كثير حلو، ونحن كثير كنا بنقوله جود بالموجود. احنا بنقولها بالحياة العامة، يعني انه الجود بالموجود، انه بين عذرك ولا تبين بخلك، بحسب الامكانيات وبحسب الدعم. اليوم الشباب والصبايا عم يشتغلوا بانشطة كثير مهمة، ان كان بالسلة الغذائية، بالدعم المادي، وبافطار الصائم خلال الشهر الكريم. صحيح، ولنحكي اكثر عن هذا الموضوع اكيد بيسعدنا نرحب بضيفتنا لليوم رزان خير الله، منسقة مشروع الجود بالموجود الذي تقوم به جمعية الشباب الخيرية خلال شهر رمضان الكريم. رمضان كريم واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم، عاد عليكم الف خير. سعد صباحك. شو الموجود؟ موجود هو عبارة عن مشروعنا اللي مكمل بجمعية الشباب الخيرية خلال شهر رمضان مثل كل سنة، بس هالسنة كان حبينا نوسع نشاطنا اكثر بسبب الاحتياج الكبير الموجود بالمجتمع. رح فوت شوي بتفاصيل المشروع تبعنا. مشروعنا هالسنة انقسم لقسمين، القسم الاول هو توزيع السلل الغذائيه. حلو. واللي هو عباره عن سله غذائيه عم تتضمن بما يقارب ال20 ماده من المواد التموينيه، من رز وسكر وبرغل وطحين وبالاضافه للمعلبات. حاولنا بهي السله نجمع فيها المواد اللي ممكن تحتاجها الاسره سواء على وجبه الفطور او وجبه السحور. هذا القسم الاول من قسم المشروع. اما القسم الثاني اللي هو اطلقنا عليه اسم سكبه رمضان، واللي هو عباره عن تحضير وجبات مطبوخه للافطار. تقريبا كل يوم عم يكون في يعني تنوع بالطبخات الموجوده، سواء من كبسه او مندي او رز فول او رز بازاليا، كل هاي الاشياء الموجوده طبعا بالاضافه للدجاج واللحمه. عم يتم تحضيرهم بشكل يومي من خلال فريق التطوع الموجود بجمعيه الشباب الخيريه. تمام. اكيد عم تمر معنا عبر الشاشه صور اليوم من نشاطكم ضمن هذا المشروع. خلينا ايضا نحكي شوي عن المستفيدين، يعني لما نحكي انها عم نحكي عن سله غذائيه اكيد اليه التوزيع عم تكون غير لما تكون عن سكبه رمضان. تمام. بالنسبه لتوزيع السلل الغذائيه عم بيكون هو للاسر الايتام واسر الاحتياجات الخاصه والاسر الاشد احتياجا الموجوده بالمجتمع اللي موجوده مسجله عندنا بالجمعيه، طبعا من خلال قوائم موجوده بالجمعيه محضره بشكل مسبق. هي القوائم بتكون محضره من قبل القسم المختص الموجود بالجمعيه اللي بيعمل كشف لكل اسره وبيحدد احتياجاتها. طبعا بالاضافه نحن بعد ما نوزع للاسر الموجوده عندنا والمسجله بالجمعيه ممكن نطلع على المناطق المتضرره مثل الغوطه الشرقيه، بالمناطق اللي هي بحاجه مثل حي الورود مثلا، كمان عم نغطي كل هي المناطق. اما بالنسبه للسكب رمضان ولتحضير الوجبات فهي تقريبا احنا بما يقارب عم نحضر كل يوم بما يقارب ال 400 ل 450 وجبه، عم تتوزع بمراكز الجمعيه مثل مركز انتم باعيننا اللي موجود بمنطقه المزه. هو عباره عن مركز اقامه مؤقته للاهالي المتواجدين اولادهم بمشفى الاطفال. بالاضافه طبعا لمشفى الاطفال، مشفى المواساه، اي حدا بيكون محتاج واي حدا ممكن يلجا للجمعيه بحاجه وجبه فطور انه نعينه فيها نحن عم نقدم له هذا الشيء. هلا بالنسبه لتوزيع السلة الغذائيه نحن تقريبا صرنا موزعين لحد الان ما يقارب 1200 سله. هدفنا كبير هالسنه طبعا بسبب الاحتياج الكبير الموجود بالمجتمع، هدفنا نوصل ان شاء الله ل 3000 سله بالتوزيع، ان شاء الله بهمه اهل الخير والمتبرعين. ان شاء الله اكيد مثل ما قلتي بهمه اهل الخير والدعم من الخارج تقدروا تامنوا احتياجات الجمعيه كرمال توصلوها للناس اللي هن بحاجتها. خلينا نحكي اليوم انه نحن اليوم عم يتزامن الشهر الكريم، نحن بعدنا تحت وطئه الاحداث اللي صارت بشهر شباط بكارثه الزلزال، وشفنا كان في تحرك كثير كبير من الجمعيات الخيريه والمؤسسات وتقديم الدعم المادي النفسي والاغاثي. خلينا نحكي عن دور جمعياتكم الاغاثي ضمن الظروف من شهر شباط لليوم، هل عم تشتغلوا اليوم على الخطين مثل ما بيقولوا؟ طبعا اكيد بسبب الاحتياج الكبير في يعني لازم يكون في شغل منظم لحتى نقدر نوصل للكل ونغطي كل الحالات من خلال الاقسام الموجوده عندنا بالجمعيه ومن خلال هي الاشخاص عم يتم توزيع العمل. استجابه الطارئه تبعتنا لجمعيه الشباب الخيريه كانت بمدينه جبله ومحافظه حلب بالتعاون مع جمعيه نور للاغاثه، تم تحضير كرفانات طبيه.
نحط كرفانتين طبيه بمنطقه حلب وكرفانتين طبيه بجبله، عم يتم فيها تقديم الخدمات الطبيه للمتضررين بشكل مجاني بشكل كامل لكافه المحتاجين، طبعا بالاضافه لتوزيع مواد الدعم الانساني في منطقه جبله من خلال المنصه الالكترونيه التي اطلقتها جمعيه الشباب الخيريه كمان بالتعاون مع جمعيه نور للاغاثه. من خلال هي القوائم عم بيكون عندنا داتا نظاميه لحتى نقدر نوصل للكل ويتم التوزيع بشكل منظم. بشكل عام الجمعيات والمؤسسات بسوريا هي مستعده لتامين كافه الاحتياجات وخصوصا الطارئه يلي بتكون. خلينا نحكي اكثر عن تحضيراتكم لشهر العيد، دائما التحضيرات بتكون مختلفه كونه فتره يعني ايام مباركه اكيد، ويعني بيكون هدفكم فيها دائما زرع البسمه. طبعا اكيد اكيد بكل مناسبه يعني جمعيه الشباب الخيريه عم تكون متواجده ولكل المحتاجين الموجودين عندها. نحن خلال شهر العيد تقريبا باخر 10 ايام من رمضان ببلش التحضير لعيد الفطر، بيتم فيها توزيع من ملابس للاطفال او تحضير حلو العيد، او ممكن يكون في حصص دجاج او لحمه ممكن كمان تتوزع للمحتاجين. يتم التغطيه. خلينا نحكي رزان عن الدعم الموجود ضمن الجمعيه، او شيء خبرينا قد ايه عددكم؟ عددنا ككادر يعني تقريبا بما يقارب نحن اذا نحكي على مستوى المحافظات بشكل كامل فينا نحكي تقريبا ب 300 موظف تقريبا. معظم ممكن في طلاب جامعه، في حدا عم يدرس، في حدا موظف، يعني كونه نحن اليوم عم نحكي بجمعيه خيريه وتطوع. خلينا نحكي عن الدعم اللي عم تتلقى جمعيتكم واهميه اليوم التشبيك مع باقي الجمعيات وخاصه بالظروف الاغاثيه. طبعا فكرة التشبيك مع الجهات هي فكرة كثير ضرورية بالجمعيات الخيرية، لأنه بتعرفي بسبب الكم الهائل من المحتاجين لازم يكون في شيء منظم. إذا ما نحن نظمنا بشكل مباشر رح ممكن مثلا تضيع منا وصلت العمل تماما ما بيصير يعني التوزيع بشكل منظم بشكل كامل. فالتشبيك هو شيء كثير مهم مع باقي الجمعيات ومع كل الجهات الموجودة بالمجتمع. هي الفكرة. والفكرة الثانية عندنا المتطوعين هن خلينا نقول مثل الايد الخفية اللي بالجمعية اللي هي قادرة انه تقوم بهذا العمل كلياته بشكل منظم، بما انه هو عمل مجهد وخاصة خلال شهر رمضان المبارك فهو عمل مجهد، بالاضافة انه بيكون المتطوعين كلهم صايمين، بس مع هيك هن كل يوم تقريبا عم بيكونوا معنا من الساعة 12 للساعة 6 ليتم تحضير كل هذا الشيء ويتم توزيعه بشكل منظم. طيب خلينا نرجع نركز على هي النقطة، أكيد بتكون الهمة لفعل الخير موجودة عند الكل والتعب مثل ما بيقولوا بيروح، ولكن في ساعات عمل طويلة، كيف عم تقسموا حالكم اليوم خصوصا بشهر رمضان الكريم؟ تمام. هلا نحن بنقسم حالنا كل يوم تقريبا ما يقارب في عندي 15 متطوع بيكون بين صبايا وبين شباب، طبعا الفئات العمرية عم تكون سواء من المرحلة الثانوية لستات البيوت كلاتهم بيكونوا موجودين معنا. اول ساعتين من وقتنا بنكون مخصصينه لتحصيص السلة الغذائيه، بما انه السلة الغذائيه هي بدها تحصيص لنعملهم كليات حسب اللي مقرر نحط بالسلة الغذائيه. اول ساعتين لثلاث ساعات عم بيكون تحضير السلة الغذائيه، وباقي الوقت عم بيكون تحضير الوجبات الافطار بما انه بيكون خلصت الطبخه وبلش التعليب والتبريد. رزان خلينا نحكي عن اليه كونه احنا بنركز على موضوع سكبه رمضان، في عندكم داتا اليوم موجوده عم تشتغلوا عليها، كيف عم تصل هدول الوجبات؟ هل عم يكون في كادر عم يوصل للبيوت، او انتم بتدعوا الاصحاب انه يجوا اصحاب يعني اللي عندكم اسماء انه يجوا مثلا على مقر الجمعيه ياخذوا؟ طبعا مثل ما خبرتك نحن في عندنا داتا كامله بالجمعيه للاسر المحتاجه، وفي عندنا مركز توزيع سواء للسلة الغذائيه او للوجبات موجود بدمر البلد. هو في ناس بيتها بعيد يعني انه بدها تقول لك انا بدي اخذ حط مواصلات يعني قد السكبه يعني تشكرون اكيد يعني، ولكن الناس يعني حسب الوضع الاقتصادي يعني. طبعا اكيد. لا بالنسبه للمراكز اللي خبرتك عليها مثل منطقه المزه اللي عم روح فيها على مشفى الاطفال، هدول كلهم عم يوصلوا لعندهم لجوات المشفى او لجوات المراكز اللي احنا قررنا عليها. وسواء نحن اي حدا صادفناه بطريقنا وهو كان بحاجه هذا الشيء وطلبوا منا فهو عم يتقدم له. طيب قبل ما نختم معك خلينا نقول اذا في رساله اليوم حابه توجهيها للمتطوعين لكل الاشخاص للايادي البيضاء اليوم عن احتياجاتكم او اي كلمه بتحبي تختمي فيها. انا اول شيء بدي اتشكر بشكر كثير كبير
كثير للمتطوعين اللي موجودين معنا بالجمعية، وبدي أقدم لهم شكر كثير كبير، لأنه لولا همتهم هنن ولولا الشيء اللي عم يقدموه نحن كنا ما رح نقدر نشتغل بهذا الشكل الكبير ونقدر نغطي كل هذا الشيء اللي عم نغطيه. بدي أشكرهم من أصغر حدا لأكبر حدا، وبدي أدعي لهم هيك الله يقويهم ويضلوا معنا للأخير. كمان طبعا بالإضافة بدي أشكر كل المتبرعين اللي عم يقدموا أي شيء للجمعية، سواء كان شيء عيني أو شيء مادي أو أي شيء. نحن كمان بدورنا ومن خلالك اليوم رسام نتوجه بتحية لكل أعضاء الجمعية ولكل المتطوعين، يعطيكم ألف عافية، وأكيد الخير حيقابلوا خير بحياتكم إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكي وكل التوفيق لكم بنشاطاتكم. شكرا كثير.